نشكركم على سماحة نفسكم تلبيتم هذه الدعوة التي جعلتنا نعتز بكم ونعتز بأنفسنا. العام الدراسي نبارك لكل معلم ومعلمة على طلابه، ونبارك لكل أب وأم حريصين على أبنائهم. كل قافية تعانق قافية في حب الوطن، وأجمل العقيدة فيه وأبيات صيغت لأجله وحروف نسجت في حبه. تصلح الحال اليوم متمنينا، يا رب يا رحمن يا مولانا، يا خالقي يلي عظيم في شانه، تحفظ بلادي ليبيا وترعانا من كل ظالم جاي يشقينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين. الاسم النعاس مفتاح الحافر، مراقب التعليم بسبا. نحن اليوم متواجدون في مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي، وذلك لحضور احتفالية المقامة بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2021-2022، الذي نشكر فيه إدارة المدرسة والمعلمات والمعلمين وكل العاملين بهذه المدرسة على هذه الاحتفالية المميزة التي كان الحضور فيها متميز. كما نتمنى أيضا لطلبتنا التوفيق في الامتحانات التي ستمر إن شاء الله يوم الأحد القادم. أيضا نشكر أولياء الأمور على حرصهم على متابعة أبنائهم، ونتمنى لهم أن يكون عام دراسي متميز. أيضا حضرنا مشاركة قامت بها جمعية المجاهد أحمد سيف النصر للأعمال الخيرية، وذلك بزرع الأشجار وتزيين الحديقة. هذا العمل يشكر عليه هذه المنظمة التي نتمناها التوفيق في الأيام القادمة. عضو مؤسسة المجاهد أحمد سيف النصر، رئيس منطقة الرينجا. طبعا هذا اليوم في حفل نهاية العام الدراسي بالنسبة للقراء وتسليم انتهاء الأعمال التجميلية وإعادة أعمار الحديقة بالإنفاق والزراعة. طبعا هذا العمل كنا بمجهودات خيرية وتعاون مع إدارة المدرسة. طبعا بهذه المناسبة نشكر إدارة المدرسة ونشكر السيد علي حسن شخصيا رئيس جمعية الإنسان الحرية اللي كانت لها اليد العليا الأولى في دعمنا. طبعا كانت هذا عمل كبير، استغرق العمل مدة شهر. طبعا هذا العمل مهدوء في طلاب المدرسة والمعلمين المدرسة من مدينة سبها.